نعم بشرى الحافي يقال بأنه نعم دقت عليه امرأة رجل من العباد، فطلعت له الجارية قالت له نعم إلا صاحب البيت حر لما عبد؟ قالت له شو عبد؟ يا لطيف حر. قال له والله مزبوط، ولا لو عبد ما بيعمل هيك. بشرى الحافي قاعد جوا، قال له مين يا بنت؟ قالت له الزلمة أجدب. قال سأل مين دق على الباب؟ قلت له نعم. قال له مين في جوا؟ هذا صاحب بيت حر لما عبد؟ قلت له حر شو عبد؟ قال لي مزبوط والله، والله لو عبد ما بيعمل هيك. فز بشر مثل المجنون ورقد وراه ما حصله، طلع حافي من البيت وتم حافي وسموه بشر الحافي. قال ما جاء على الدنيا مثل بشر الحافي ابدا، بورعه وبتقواه وبدينه. قال صالحني ربي وانا حافي ولحتم حافي. وكان ايش يطلق عليه بشر الحافي؟ طيب نحن صالحنا الله سبحانه وتعالى ودلنا على طريقه، نعم، ونحن لابسين مستورين يعني في برجلينا، اي نعم مشاي وساترين بدلنا، اي نعم، يعني ما نحن عارف نظبط هالكم يوم اللي صفوا لنا، ولا احنا نعرف بقى نصدق مع الله سبحانه وتعالى. الله يرزقنا الاخلاص والله. اي نعم يا جماعه، اذا ما انتبهنا لحالنا ضعنا، واذا ضعنا ما حدا سمى علينا، واذا وصلنا على الاخره اي نعم راحت علينا. اليوم احد بيسالني بالاذاعه اي نعم اي نعم انه قال لي شيخ قرات بانه الصراط المستقيم غير اللي انت تحدثت عنه الكلاليب والحسك والكذا، قرات عن الصراط المستقيم تبع الفاتحه. قلت له هي هذا الصراط غير هذا الصراط، صراط مستقيم تبع الفاتحة اللي هو إنعام، يعني الطريق القويم، الطريق اللي ما فيه اعوجاج. أما ذاك صراط القويم، صراط مستقيم تلو طويل وأنك ما لكم طويل نتصل عنيك، نصل إن شاء الله ومننفذ إن شاء الله نحن الكل. ما أقول يا رب العالمين يعني بعتنا على الدنيا اللي يخبص فينا ويخبط فينا أي نعم وزتنا من عصرات، ويعني مشان إيه خلقنا؟ طب حط فينا شهوة إجبال ما بتحملها. قال إنعم إنه الملائكة عقل ولا شهوة، الملائكة ما بتشتهي، لا بتاكل لا بتشرب لا بتزوج، ما فيها شيء. والحيوان شهوة ولا عقل، حيوان إنعم تلاقي بنط على أمه بنط على أخته بنط، ما 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 في مخ، ما بيجوع بيلاقي أكل بيسرق. الإنسان شهوة وعقل، فاللي عقله بيغلب شهوته أفضل من بعض الملائكة عند الله، لأنه هن ما فيهم شهوة. نحن فينا شهوة واتقينا الله، واللي بتغلبه شهوته على عقله أحد درجة من الحيوانات، لأنه ذاك الحيوان ما في عقل، نحن في عقل وما شغلنا. الله يلهمنا التقوى إن شاء الله.